يا اهلا وسهلا، بس دور فلوسي والله. حيكم في السلسله هاي، السلسله العجيبه، تصليح الكمبيوترات. شو عندي ثانيه؟ قريت 8 جي بي رام، رام 3 دي مارك كومبليت باي 22، وهذا تاريخ كم؟ 17. زين، اذا بطلب شو سمان اللي انا عندي اصلا؟ تو تو بروكن، هذا مو نبغى فور. لا، لازم بشتري 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 فور وحدة. اوكي، حقه بشل العرض ماله. هذا منو؟ ريبليس يو ريبليس بور يونت، هذا الاول صديقنا. هذا الحلقة الماضية والله طولت، كانت 40 دقيقة بالغلط، بحاول هالحلقة ما اطول عليكم فيها بعد نفس اخر مرة. يعني اخر مرة طولت الحلقة وايد، 40 دقيقة تشوفها وايد. وفي العادة احاول انا اخلي معدل الحلقة ما يعادل ال 20 دقيقة، لكن بعض المواضيع طول شوي بزيادة. وين السي بي يو؟ ما عندي سي بي يو انا، حسب عندي السي بي يو. تخيب كم بلغي هذا؟ نشل هالباب بعد ضربة. شوف شوف في براغي بعد، هذا بطل الكمبيوتر كامل بس حق الشغلة هاي. كل شي موصل في الباور سبلاي يونت، كل شي. 7000 قطعة من زمان. باور سبلاي مالي عندي واحد يوز، بركب له كيبلز. ناس تم تسوي صيانة واللي هو شيء ممتاز يعني، ترى عنده قطعة زين. بس في بعض الكمبيوترات وايد قديمة ترى، أنا صراحة أشوف تعبان، شيء تعبان. لحظة سلمت كل شيء، أبغى السي بي يو. ريبليس بي 285 عندي، كان عندي ام دي. ام دي زين، رخيص يعني. روم احطي له هذا حتى 150 190، بس غالي. بحطي له هذا، متى بيوصل؟ 3 to 5 working days. ام دي دايما يطولون صراحة، ام دي دايما يطولون. يعني هابتهم واقف، هابتهم واقف، يوصل سي بي يو بعد كم يوم. فنشوف الحين عندنا كمبيوتر واحد حق باكر، كمبيوتر ولا اثنين كانوا دي اف ال. زين، عندي دليفريز انا رام، وعندي هاي بقى جي بي رام. بنسوي له بنش مارك، اعتبره جاهز. خلي معي جوجل برا هذا دقيقة. هذا على الطاولة، ستورج ميموري. زين، عندي 2 يوزر، بركب له واحد هني.
عجوز واحد هنا نسوي له بوت، ما يستوي بوت يا صديقي. كيف بدون كيابل ما يصيد. هني تصليح في تصليح الوضع. انا اشغل الكمبيوتر ولحظة. اكره حركة في التاريخ هاي، يوم ارد ادق عليه رايت كليك وشله. عندي لايتنج، اذا عندي كيس ار جي بي بعد ترى سبورت. ها سوي سبورت ليوم سبورت نقرا ستارت. والله حلو الباك جراوندز اللي يحطونهم. اللعبة لا تنتهي بالطريقة هاي. خلي اشوف بسوي حلقة، لا بسوي حلقة زيادة بنشوف لوين بنوصل في اللعبة. بشوف بس الحين سيميليشن مالنا ان احنا عندنا محل، والمحل بشكل عام اظن ينفع لنا. هذا الاكتيفيتيز ماله اللي الواحد يقدر يسويهم خلال اليوم. كم اكتيفيتيز بتسويه؟ تصليح في تصليح بس حلو فيها، تبطل براغي تبطل دنيا تبطل كنا صدق. هذا معنى سيميليشن اصلا، محاكاة للواقع. يلا خلصوني من ال 3D مارك هذا. اف بي اسمه ها يمشي. يمشي حاله. يمشي. تعال يا صديقي تعال اخلص البنش مارك. خلنا سلمه هالحلقه، بخليها قصيره لا تتجاوز العشر دقائق فقط، لان الحلقه الماضيه كانت طويله. ف بركب الكمبيوتر 7-8 دقائق وايد على الحلقه. بس ما انا بقدر صح، هذا ما بيروح مكان الا اذا انا طرشته. خلنا نشيل فلوسنا، ابجريد الى اخره الى اخره. انا ما بطول الحلقه، بتشوفوا بدق عليها سيف ريبليس، بكمل لكم اياها بعدين. بتشوف ارائكم كم يوم اذا عجبتكم بنكملها من على السيف. خلوها الحلقه قصيره، لا تنسوا لايك سبسكرايب، وبتشوف رايكم وكومنتكم على اللعبه هذه وشو رايكم فيها.